غير المصلب التاريخي بالقدس، ما هي الأهمية التاريخية لهذا الدير؟ ما علاقة هذا الدير بصلب السيد المسيح؟ من هم القائمون على هذا الدير المقدس؟ ثلاث ملائكة، ثلاث خشبات. تعالوا معي من خلال هذا اللقاء الروحي للاطلاع على أهمية هذا الدير المقدس. المسيح قام. أنا المطران فلومنس مخامرة، رئيس سقفة بيلا ورئيس دير مصلبة في القدس. في البداية منحب نعيد عليكم جميعا ونقول المسيح قام في مناسبة هذه الأيام مباركة، وإحنا نعيش فرح القيامة، وإن شاء الله بعد أسبوع راح نعيد لوداع الفصح حتى يتم الصعود. بحب أشكر في هذا اليوم المبارك استوديو سامي، ممثل بشخص سيد سامي وكيلة، على هذا العمل والجهود اللي بقوم فيها، اللي هو دائما بحاول يقدم ويعرض الكنائس بأجمل والأديرة بأجمل صورة، وهذا عمله عمل تبرع شخصي وعمل ذاتي. إن شاء الله ربنا يقوي ويقوي مجموعة اللي موجودة معه. إحنا اليوم موجودين في دير يسمى دير مصلبة، وهذا يقع في منطقة بسموه وادي المصلبة. هذا الدير بيبعد عن أسوار القدس من جهة الغرب 2 كيلو. الدير طبعا يعود تاريخه من عهد قديم، من أيام قصة الأباء إبراهيم ولوط، لما الأباء إبراهيم زاروا الملائكة الثلاثة قبل نزولهم لسدوم. بعد زيارتهم للأب إبراهيم تركوا عنده 3 عصي، فبعديها لما تم تدمير سدوم لوط صعد من منطقة سدوم وهرب باتجاه جبال الأردن، ولكن هنالك أصبحت زوجته عمود ملح كما هو معروف في قصة في العهد القديم. بعديها بنات لوط شافوا أنه أمهم ماتت، ما راح يكون لهم نسل، فراحوا أسكروا أبوهم وناموا مع أبوهم حتى يكون عندهم هناك أبناء. فبعد هيك لوط شعر بالذنب وخطيئته وطلب من ربنا يغفر له هاي الخطيئة، فبالنهاية توجه إلى إبراهيم اللي كان عمه أخو أبوه. فأبي الأباء إبراهيم حكى له بتأخذ هذول الخشبات الثلاث وبتزرعهم قريب من القدس وبتسقيهم من نهر الأردن، بس بالشرط أنه أي إنسان بيحتاج لمية لا تمنع عنه، وإذا ربنا أراد أن يغفر لك خطيئتك راح هذول الخشبات يصيروا شجرة. وهيك لوط بالضبط أخذ الخشبات وزرعهم في هذا الموقع في دير مصلبة اللي بيبعد 30 كيلو متر عن نهر الأردن، وحاول أنه يجيب مية من نهر الأردن يسقي هذول الشجرات أو العصي، وبقي 40 سنة في النهاية استطاع أن يسقيهم، ومن العصي هذول الثلاثة أنبتوا 3 شجرات، بلوط والصنديان والنزاب. فبعديها فترة حسب ما يقال في التاريخ، وهذه قصة موجودة في الكنائس الأرثوذكسية وهي موجودة في النص السوري القديم، فلما رادوا عن بناء هيكل سليمان كان يبحثوا عن خشب حتى يستخدموه لبناء الهيكل، فأتوا لهذا الموقع وقاموا في سحب بعض أو قص بعض الخشب، ولكن لما كان يذهبوا للهيكل ما كان الخشب هذا يجي قياسه مع القياس المحدد، مرة مرتين بالنهاية قالوا هذه خشبة ملعونة ورموها. لما أجا قيافة رئيس الكهنة وحكم على الرب يسوع المسيح بالصلب، قال بما أنه ملعون من علق على خشبة خلينا نجيب الخشبة اللي الملعونة ونصلب عليها الرب يسوع المسيح، وهيك تم صلب الرب يسوع المسيح على هذه الخشبة. هنالك عندنا روايتين لتاريخ بناء هذا الدير. الرواية الأولى أنه في بنية في القرن الرابع من الملك قسطنطين وهيلينا، والرواية الثانية أنه في القرن الخامس من إمبراطور يوستينوس، ولكن ما في عندنا بالضبط إيش محدد من تاريخ بنائه، ولكن بنية في الفترة البيزنطية. ولكن هذا الدير كمان دشنا من قبل الملك هرقل عندما عاد خشبة الصليب من الفرس سنة 628، والدير هنا انتشر وكان له أهميته وكان في أوج عظمته هي في فترة القرن 11 لما أجوا الرهبان الجورجيين الإبريين وعاشوا هنا مع راهب من الجبل المقدس، وعاشوا في المنطقة هنا وكانوا هم يعملوا على ازدهار الحياة الروحية والتعليم في هذه المنطقة، حتى هم كان عندهم هذه القوة والعظمة حتى كانوا مسؤولين عن حماية الحجاج والأماكن المقدسة، وبقي الدير هذا تابع للجورجيين ومزدهر في الحياة الروحية لغاية القرن 17 سنة 1644 لما أصبح وضع الجورجيين
في ديون في ضيقات، فألجت البطركية الأورشليمية وقدمت المساعدة، وهي كعادة الدير إلى البطركية القدس الأورشليمية في القرن 17. ومثل ما بنعرف الدور لعبور الرهبان جورجيين في هذه المنطقة هم في فترة الحروب، حروب المماليك. طبعا هذا الدير عندنا مثل ما أنتم شايفين هو شكله رباعي. هذا موقع هنا برضو مثل ما هو معروف هو مدرسة كليريكية، سموها مدرسة دير المصلبة. وهي الفكرة، بناء فكرة بناء المدرسة هنا أجت تقريبا في تشرين ثاني 1943، لما اجتمعوا البطاركة وشافوا تردي وضع الحياة الروحية والتعليم في فلسطين، وخصوصا بهذه الفترة ان اجتاح المنطقة هاي العديد من الهراطقة، فقرروا في بناء مدرسة لرفع شأن التعليم والحياة الروحية في هذه المنطقة. وهيك بدأوا في بناء الدير اللي بدأوا فيه في سنة 1951، وكان بناء المدرسة في سنة 1951، وكانت مدرسة عريقة خرجت كثير من رجال الدين ومن رجال اللاهوت المشهورين والمعروفين في فترتنا هاي. البنى الكنيسة هو كاتدرائية من قبة وأعمدة داخلية. الفسيفساء عندنا موجود طبقتين، الطبقة الأولى هي من القرن السادس، والطبقة الثانية من القرن الحادي عشر الموجودة حاليا أمامنا. والأيقونستاس هو انبنى من القرن السادس عشر. بالإضافة أنه عندنا جرسية اللي هي من أروع الجرسيات وكثير جميلة، برضو بنيت في القرن التاسع عشر. وأيضا عندنا الأيقونات الموجودة حوالي الجدران في داخل الكنيسة، هذه الأيقونات رسمت في القرن السادس عشر ومكتوب عليها كمان كتابة في اليونانية في الجورجية. طبعا هذا الدير يعتبر للجورجيين هو دير مهم وله أهمية كبيرة، وخصوصا لما ترتبط علاقة هذا الدير مع علاقة شخص اسمه رستافيلي. هذا الشخص شاعر كان عشيق للإمبراطورة، وتم تركه لجورجيا وهروبه إلى القدس وأرادوا قتله، وعاش هنا وكان يكتب من هنا كثير من الأشعار، ومات هون في هذا الدير. لهيك الشخص يعتبر شخص مميز ومكرم لدى الجورجيين، وله أيقونة أو صورة موجودة في الجدران مثل ما احنا رايحين نشوف أثناء عرض الفيديو، اللي لغاية الآن بيجوا كثير من الجورجيين حتى يصلوا ويتعبدوا أيضا حتى يزوروا هذا المكان المقدس. الدير هنا بعيد في الأحد الأول بعد عيد رفع الصليب المكرم، وهذا يعتبر الاحتفال عيد الرسمي. في عنا احتفال ثاني هو الأحد الثاني بعد أحد السجود الصليب في فترة الصوم الأربعيني. الدير هو مكرس العذراء مريم لعيد البشارة، ولكن بعدها حولوا وكرس للملك قسطنطين وهيلينا والرفع خشبة الصليب. الدير فيه هنا عندنا الكنيسة الأساسية الكبيرة اللي جاي منتصف الدير، وعندنا كمان كنيستين موجودات حاليا، اللي هي كنيسة قديس يوحنا الدمشقي أيقونستاس من سنة 1837، وكنيسة قديس نيكولاوس، وفي كمان كنائس ثانية صغيرة لغاية الآن مش عارفين لأي اسم مكرسة. طبعا هذا الدير هو دير مهم، بيجوا كثير من السواح من كل مناطق العالم، وبالأخص السواح الأرثوذكسيين، حتى ينولوا على البركة ويصلوا ويطلبوا شفاعة الصليب الكريم المقدس تحميهم. والدير هو يعتبر من أديرة المهمة في موقعه، المهمة في بنايته، اللي هو بيشبه بناية كقلعة قوية وكبيرة. هذا الدير هو كمان يقام صلوات باستمرار لأجل الناس، وأيضا لأجل رعاية والكنائس الأخرى. فنتمنى بهذه أيام مباركة إنه ربنا بقوة الصليب الكريم محيي وبقيامة بين أموات أن يمنحكم ويمنحنا ويمنح الجميع البركة والنعمة، وأن يبعد عنا هذا الوباء وهذه الجائحة التي أصابتنا وأصابت العالم أجمع. وكل عام وأنتم بألف خير وشكراً.